هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما المراد بالآية الكريمة وما معناها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأيضا الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الآية الأولى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب لهن: يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك. الخطاب لهن، قد أمرهن الله بأوامر ونهاهن عن أشياء صيانة لهن ورفعة لهن، ثم بين الحكمة من هذه الأوامر وهذه النواهي، أنه يريد سبحانه إرادة شرعية أن يذهب عنهم الرجس والنجاسة المعنوية، نجاسة المعاصي والمخالفات، ويطهرهم منها تطهيرا. وأما الآية الثانية: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي على هذا القرآن، إلا المودة في القربى، أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، أن لهم حقا على المسلمين ما داموا على طاعة الله مستقيمين، لهم حق على المسلمين، حق الإسلام، حق قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل القربى المراد بها التقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا القرآن يدعو إلى التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. نعم.